اهلا وسهلا متابعي البي ان اف ام. الان حرحب بالاستاذ محمد سيف من هيئه الارصاد الجوي. الو. اهلا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاجواء كيف؟ سخنه، بارده، اتربه، غبار، جو نقي، لمسه ربيعيه ان شاء الله الليله يا رب. ان شاء الله. طبعا احنا على ابواب الخريف. أيوة. الجو كده شويه بيكون ممزوج ما بين السخونه واتربه، وفي بعض المناطق بتكون بارده لانه الامطار هطلت فيها مسبقا. اتفضل. نتمنى انه يكون خريف خير وبركه على البلاد. ايوه. تحية صباحية لكم وللمستمع الكريم. نستعرض معكم أهم معالم الطقس المؤثرة على البلاد، حيث يتعمق منخفض السودان الحراري ويتمركز في شمال البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة فيها. أما الفاصل المداري يمر شمال مدينة كسلة وشمال مدينة عبرة والفاشر والجنينة، والمتوقع أن يظل على موقعه الحالي. درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال اليوم في شمال البلاد تتراوح ما بين 41 إلى 45 درجة مئوية، أما بقية أجزاء البلاد تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم القد في شمال البلاد تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة مئوية، أما في بقية أجزاء البلاد تتراوح ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية. الأمطار المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولايات كسلة، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال كردفان وشمال وغرب دارفور. وأيضا متوقع أمطار متوسطة في أجزاء من ولايات جنوب وغرب كردفان، شرق وسط وجنوب دارفور، مع تأثر أجزاء من الأواصط بالأتربة الخفيفة نتيجة هطول الأمطار في الولايات المذكورة آنفا. ولاية الخرطوم الطقس بتاعها؟ لا، ولاية الخرطوم ما يزال الجو ساخن، يعني تشهد درجات حرارة مع تكونات لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة، لكن في مقبل الأيام نتوقع هطول أمطار إن شاء الله. حيث يتقدم شريط الأمطار نحو الأواسط ومنها إلى الشمال إن شاء الله بنهاية هذا الشهر، شهر يونيو بإذن الله. شكرا جزيلا استاذ محمد سيف، اسعد صباحك بكل خير. اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الافاضل، متواصلين معكم عبر اثير بي ان اف ام 91.